معاكم. طيب ازاي بنقدر نعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحه؟ قلنا بناخد الاول علاج التهاب الاعصاب، ما ناخدش مسكنات وما ناخدش كورتيزون، لان المسكن غير اعراضه الجانبيه والكورتيزون غير اعراضه الجانبيه هيداري على المرض والحاله هتسوء وتتفاقم، تمام، وانت مش حاسس. طيب العلاج كام واحد بيرتاح؟ تقريبا نسبه التحسن بعد العلاج 40%، كل 100 مريض بنديله علاج في 40 واحد بيتحسنوا وفي 60 ما بيتحسنوش. عشان كده انا بفضل ادي العلاج الاول، يعني ما بحبش المريض اول ما يجي لي اعمل له حقن بسرعه او اعمل له تردد حراري بسرعه، الا لو كان هو واخد علاج فتره طويله، الا لو كان هو جاي من السفر وفتره وجوده محدوده. لكن لو هو ما جربش علاج قبل كده وما عملش ومش جاي من سفر بعيد وقاعد في القاهره وقاعد في مصر، يبقى احنا ممكن نجرب العلاج. انا افضل نجرب العلاج الاول. طيب لما بناخد العلاج الاول متوقعين قد ايه نسبه النجاح؟ تبقى تقريبا نقول 40%، كل 100 مريض 40 يرتاحوا. كتير قوي من المرضى ياخد العلاج يقول لي هو العلاج ده هيخففني؟ ده سؤال ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يجاوب. وانا بكتب العلاج اللي انا شايفه انه افضل علاج لحاله حضرتك او العلاج المتاح لحاله حضرتك، لكن هيخففني او مش هيخففني ده بامر ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحاجه الثانيه، لو احنا بصينا لقينا ان المريض خد العلاج وما ارتاحش، بنقول له ما تجيش زياره ثانيه في العياده، كلمنا في التليفون، تمام. لو ما ارتحتش، لو ارتحت كرر العلاج تاني، لو ما ارتحتش كلمنا في التليفون واحنا نحجز لك المستشفى علشان نعمل حقن جذور الاعصاب. حقن جذور الاعصاب ده علاج غير جراحي، تمام. الاسئله اللي بتدور بقى، بيتعمل في المستشفى مش بيتعمل في العياده؟ المريض بيقعد في المستشفى ساعه او ساعتين وبيروح بعد كده، بيروح ماشي عادي زي ما جه، بيعمل قبليها تحاليل السيوله، مش محتاج انك تيجي تحجز، بتكلمنا في التليفون بس ما دام ليك ملف عندنا واحنا بنحجز لك المستشفى وانا بقابلك في المستشفى. طب ايه الماده اللي هتتحقن يا دكتور؟ الماده اللي تتحقن ماده الهاليورونيك في الركبه، الهاليورونايديز، لحقن جذور الاعصاب، تمام. طب حقن جذور الاعصاب ده هو حقنه الكورتيزون اللي بيدوها في ظهرها؟ لا، مش هو حقنه الكورتيزون اللي موجود في ظهرها، لكن ممكن نستعين بحاجه اسمها كورتيزون المائي، وده كورتيزون غير ضار، يعني ده مش الكورتيزون الوحش اللي بيدوه، لا، يعني حقن جذور الاعصاب ده مش هو حقنه الكورتيزون سيئه السمعه. طب بنعمله ببنج موضعي ولا ببنج كلي؟ بنعمله ببنج موضعي. طب لو المريض، انا بقول لكم الاسئله اللي الواحد بيتساءلها، طيب هو لو انا بخاف من شكه الابره ومش مستحمل البنج الموضعي، بنديك مهدئ، لكن ما بتاخدش بنج كلي مضر او حاجه زي كده، تمام. الا لو المريض طلب بنج كلي، في مرضى بيبقوا مرعوبين يعني فبيطلبوا من المستشفى تخدير كلي، ما فيش اي مشكله، تمام. طيب ده نسبه نجاحه قد ايه؟ 70%، يعني انا لو عملته هخف يا دكتور؟ الله اعلم، ما نقدرش نقول لحضرتك هتخف ولا لا، لكن عندنا 70 واحد من كل 100 واحد بيرتاحوا. حضرتك نتمنى من الله انك تكون منهم. طب لو ما طلعتش منهم من ال 30% دول، بنعمل خطوه تانية اسمها التردد الحراري. طب التردد الحراري ده بيتعمل في العياده؟ لا، بيتعمل في المستشفى، بنعمل له تحليل السيوله، برضو بتقعد في المستشفى ساعتين ثلاثه وبتروح ماشي على رجليك باذن الله سبحانه وتعالى، تمام. طب ايه التردد الحراري ده؟ نبضات وموجات راديو فريكوانسي ويفز، يعني او موجات راديو فريكوانسي، ما اعرفش بالعربي تبقى اسمها ايه، او موجات تردديه، تمام، وبتعالج التهاب الاعصاب. يعني احنا مش بنحقن الغضروف؟ لا، مش بنحقن الغضروف، احنا بنحقن الاعصاب. يعني احنا مش بنعمل تردد حراري للغضروف؟ لا، احنا بنعمل تردد حراري للاعصاب. طب احنا الاسئله اللي بتيجي، طب احنا بنكوي الاعصاب؟ بنحرق الاعصاب؟ احنا لا بنكوي الاعصاب ولا بنحرق الاعصاب، لان احنا لو كويناها او عملنا كي للغضروف او عملنا كي للعصب، يبقى احنا موتنا العصب، يبقى المريض مش هيعرف يتحرك تاني. فما فيش حاجه اسمها نعالج الالم بان احنا نموت العصب، إلا في مريض السرطان أو في مريض الكانسر عافاكم الله منه. فإحنا مش مصرح لنا نموت أعصاب، يعني اوعى تروح لدكتور يقول لك أنا رايح له عشان أموت العصب عشان الوجع يروح. ما دي مصيبة. أنت المفروض تعالج العصب، مش تحرق العصب ولا تكوي العصب ولا تكوي الغضروف، لأن كده أنت موتته، هتجيب لنفسك شلل، مش هتعرف تمشي. وده الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس، يقول له إيه؟ دايماً مثلاً لو دكتور عايز يعمل جراحة، فالمريض يقول له لا انا هروح اعمل حقن وتردد حراري، يقول له ده هيكوي العصب، ده انت هتتشل. في حين ان اللي بيكوي العصب لمريض السرطان هو دكتور المخ والاعصاب، يعني اللي بيستخدم التردد الحراري عشان يكوي العصب او يحرقه هو دكتور المخ والاعصاب، هو نفسه اللي هو بيقول للمريض اوعى تروح تعالج الغضروف او تعالج عرق النسا بالتردد الحراري وحقن جذور الاعصاب، احسن تتشل. يعني هو اللي بيعمل الحاجه دي، لكن بيقول لك اوعى
تعملها انت يعني. وبيستغل قصة ان المريض مش فاهم الموضوع، هو المريض مش عارف، هو كله تردد حراري. مش التردد الحراري ده ما واحد جارنا عمله للكبد، ما في تردد حراري للكبد، وفي تردد حراري بيعالجوا بيه الانف واذن، وفي تردد حراري بيسخن بس، ده جهاز ضعيف كده عند دكاترة العلاج الطبيعي، لكن مش كله تردد حراري، يعني مش كله تردد حراري، تمام؟ طيب نرجع تاني. طيب نعمل شفط الغضروف يا دكتور؟ لا انا ما بقتش اعمل شفط الغضروف. شفط الغضروف مش غلط ومش وحش، لكن نتائجه زي التردد الحراري والحقن. طب ندفع ليه فلوس زياده وانا عندي حاجه ارخص بتعمل نفس النتيجه؟ ليه علشان الناس بس موهومه نفسه يعرف ان انا شفطت الغضروف فما بقاش عندي غضروف. فالوهم ده اللي ممكن الدكاتره تلعب عليه وتخليك تعمل شفط غضروف وتعمل حاجات انت مش محتاجها، تمام؟ ليه انا ما بعملوش؟ ما بقولش ان هو وحش، لكن ما بينفعش لكل المرضى، مش كل المرضى ينفع نعمل لهم شفط غضروف ونتائجه زي الحقن والتردد. طب ما دول ارخص، تمام؟ فكده يبقى احنا ايه قدرنا نغطي لما